ثم قال المصنف: ويكره إقعاؤه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الإقعاء، ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وفي لفظ كإقعاء القرد. وقال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإقعاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينصب قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض، فيكون شبيها بهيئة الكلب، فينصب القدم اليمنى واليسرى ويجلس بينهما فتكون إليته على الأرض، وهذا منهي عنه نهي كراهة لا نهي تحريم، فدل ذلك على أنه يمنع من هذه الصفة. الصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجلس بإليته على عقبيه، أي على عقب القدمين. ومشهور المذهب أن هذه الصورة مكروهة في كل جلسات الصلاة، وسأذكر لكم خلافا للشيخ تقي الدين في هذه المسألة وابن مفلح. الصورة الثالثة أن يجلس على عقبيه مع فرش قدميه، فيفرش قدميه يجعلهم مفروشتين ويجلس على عقبهما، فهذا على مشهور المذهب أنه مكروه كذلك. إذن ثلاث صور: ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما، ينصب قدميه ويجلس على عقبيهما، يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هذه ثلاث صور، ومشهور المذهب أن الثلاث كلها مكروهة. وهناك من أهل العلم وأظنه ابن مفلح ذكر أن حديث ابن عباس جاء في الإقعاء في الجلسة بين السجدتين، فيجوز الإقعاء بالصورة الثانية في الجلسة بين السجدتين خاصة دون ما عداها.